السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، جاءني هذا السؤال: هل يجوز للإنسان أن يجمع بين صيام الأيام التسع من ذي الحجة مع صوم الاثنين والخميس؟ فأقول وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد. أولا، السبب في صوم يومي الاثنين والخميس أن هذه الأعمال، أن أعمال العبد تعرض على الله سبحانه وتعالى في هذين اليومين. وقد صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين. في كل جمعة يعني في كل أسبوع، مرتين في يوم الاثنين وفي يوم الخميس. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا يغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء. المتخاصمين هؤلاء يرجئهم الله سبحانه وتعالى حتى يصطلح فيما بينهما وبين بعضهما. السؤال هنا: ما العلة من صيام هذين اليومين الاثنين والخميس؟ واضح من هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه أن العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تعرض أعماله على الله تعالى وهو صائم. طيب، إذن العلة هنا هو شغل هذه الأيام بالصيام، وبالتالي إذا كان الإنسان سيصوم بعض أيام في أيام ذي الحجة فيجوز له في هذه الحالة أن يجمع بين هاتين النيتين، بين نية صيام الاثنين أو الخميس وبين نية صيام هذه الأيام التسع من شهر ذي الحجة المبارك. لماذا؟ لأن صيام يوم الاثنين والخميس ليس مقصودا لذاته، وإنما شغل هذا المحل بصيام أيما كان هذا الصيام. وصيام ذي الحجة هو أمر مقصود، نعم مقصود لذاته، أن يصوم العبد في هذه الأيام. فلو جمع العبد بين النيتين لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وصح عنه في حديث آخر أنه سئل عن ذلك فقال: أما يوم الاثنين فذاك يوم ولدت فيه، وأما يوم الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال على الله تعالى، وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. ولا تعارض بين الحديث الأول الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض على الله تعالى في يوم الاثنين والخميس، وفي الحديث الثاني الذي قال النبي أن الأعمال تعرض على الله جل وعلا في يوم الخميس. ففي الأول زيادة، وبالتالي من صامها هذين اليومين في مثل هذه الأيام أو في الست من شوال جاز له ذلك، وجمع بين خيرين، والله تعالى أعلم.